نتفرج في سعد مسكير. والله سعد مسكير الجيل ديالنا وكبرنا واغاني الشبابيه ديالو يعني لا جوناس ديالنا حنايا في لاش ديالنا وكنا كنتبعوه. كما قلت لك الاغنيه اللي كتعجبني ديال صيح جوال تنقول له تبارك الله عليك وحنا كنحبوك وان شاء الله كنتمنى له مزيد من التالق والموفقيه. سعيد مسكير احسن فنان في المغرب وحنا كنشجعوا الفنانه كاملين وجينا خويا اليوم نتفرجوا سعيد مسكير ونشوفوا الاصدقاء ونشوفوا الحباب اغاني ديالو كاملين. وخويا حنايا محبين المغنيين وصافي وحنا كنجيو الموازين كنخلقوا له بيونس وكنساو المشاكل ديال الدار وكنساو الهموم وهذا هو اللي كاين اخويا سعيد مسكير. بغينا المسيره ديالو الله يجعل له التوفيق وبغينا يستمر في الدومين ديالو وبغينا يكون احسن مغني ويكون مشهور للعالم. خويا جيت تفرج بخصوص خويا سعد مسكيل. خويا سعد مسكيل حسب بحال خويا بحال صديق ديالي زعما دابا انا فنان تجمع بيناتنا كونتاك ديما نتصل به في السراء والضراء الحمد لله. عجبني سعد مسكيل الاغنيه ديالو ساكيف كتافي ديما اغاني ديالو كاملين مزيانين عجبني اغاني ديالو عدو ساكف كتافي باغي يعرف حق الرجال. سعد مسكيل خويا ماشي صديق ديالي حسب بحال خويا دخلني الدار راح بيا الحمد لله هذا هو فنان. إلا بغيتي توصل واللي دربو معقول سير أخويا في المهلة دقة دقة إلا بغيتي توصل لا حلتي ودي أحسن من سامك يطوال اسمع كلمة مني وبركة من الهبال هاي كلاس وهاي كلاس وهاي 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 كلاس اللي دوان عطيه جواب وعدي سير إلا دويتي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.